تعالوا بقى نعمل شويه قراقيش. قراقيش ببذر الكتان، وانا دورت كده عندنا واستلفت من الجيران شويه حبوب تانيه. يعني انا لقيت عندي هنا حبه البركه، سمسم، حطي بقى يعني استغلي القرقوشه دي يبقى فيها مجموعه حبوب محترمه. عايز احط كنوا، شيا، اي حبوب، اي حبوب، ينسون، اي حبوب حطيها، ماشي، حبوب اللي انت بتحبيها يعني. كراويه حلوه جدا برضو، بس هي اصلها هنا بذر الكتان. بس انا قلت طب ليه بدل ما انا عندي حبوب تانيه ما احطها، يعني تدي طعم كده فيها، يعني الشمر هيدي طعم حلو جدا، برضو هزودها غذاء بالسمسم وحبه البركه. طبعا حابه تعمليها، انا هنا اصلا عامله العجينه النسخه اهي، عاملاها بالشاي بس، تمام. انت حابه تزودي زودي. فانا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق اللي هو نص كيلو، وبذر الكتان معلقتين، خلاص معلقتين كده بتوع الرز دول، وعندي معلقه سكر، وعندي كوبايه لربع من السمنه، معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، ورشه الملح. ادي كده ده اصل الايه الوصفه. 3 كوبايات دقيق، معلقتين بذر الكتان، معلقه خميره كبيره، معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقه سكر كبيره، رشه ملح. قلب دول الاول مع بعض عشان ننشرهم. طبعا الحبوب بقى اللي عايزه احطها زي ما انا عايزه. ادي شمر وسمسم، اللي انت عايزه تزوديه بقى زوديه. عايزه احط ينسون، عايزه احط شيا، عايزه احط كنوا، عايزه احط اي حاجه. كل دي حاجات مغذيه جدا، يعني حلوه قوي ان انا اعمل القراقيش دي. على فكره عايزه تقل السمن شويه اللي ليها، ان دي هتبقى قراقيش ناعمه، يعني ممكن نخليها نص نص كوبايه بس، مش لازم كوبايه الا ربع. كوبايه الا ربع هيديها نعوميه، والسمنه البلدي الحلوه دي بقى كمان. اعجن بلبن او بميه، انا عندي شويه لبن هنا فهحطه، هزود قيمه غذائيه. انا دلوقتي بدور برضو على قيمه غذائيه عاليه في الوصفات قوي، يعني بحاول اديكم الوصفه وفيها قيمه غذائيه عاليه، حتى لو هي سعرها قليل او ما بكلفهاش حاجه، ولكن فيها قيمه غذائيه محترمه، دي اهم حاجه. ناخد سنه ميه كمان. هناخد بقى القراقيش دي، هسيبها تخمر واجيب بقى الايه الخمرانه. هنعملها صباع، ماشي، نضغط عليها كده. جيب نشابة احسن عشان ايه يبقى كله قد بعضه. ناخد كده بالراحة، ما تبقاش رفيعة قوي. ناخد اللي بعديها، خلي البذور فيها تبقى حلوه كده، بصوا باينه زي بذر الكتان اللي حطاه ده، غير كمان التانيين مليانين بقى حاجات كتير تانيه. وبعدين لما تاكلوها تمضغوا كويس، امضغوا حلو، يعني ما تخلوش الحاجه تنزل المعده سليمه، لا امضغوا بحيث الحبوب تتكسر في بقكم كده. بحاول ان انا اخليهم ايه قد بعض. ناخد الخطوه دي بس عشان نسوي. هرصهم في صينيه. حاضر حاضر حاضر، عشان بس اقطع قدامهم. طب خلاص سيبوا دي دلوقتي، هقطع دول بس اوريكم بقطعهم، عشان اوريكم بقطعهم قد بعض. بصوا بقى هناخد كده، بنفس ايه قدر الامكان قد بعضه، خلاص. وهرصهم في صينيه وهندخلهم الفرن بس كده.